اهلا وسهلا البنات، مرحبا بكم والف مرحبا في لايف جديد معكم يسرى مجوهرات فاتين. حنايا محل كنبيعو الذهب 18 كاره، هو نفسه الذهب اللي كيبيعو كلشي الذهبيه في المغرب. فين ما كنتو في المغرب البنات مرحبا والف مرحبا. اللي بغات اي حاجه الكوموند ديالها توصلها حتى لعندها، توصل كاع تخلصيها. الواتساب ديالي هو 0 26 72 17 74، وانا دايره لكم هنايا فوق راسي، يعني ربما نسان اني نعاودو ولا شي حاجه. المهم الرقم التليفون ديالي في الابل وحتى في الواتساب هو هذا 0 26 72 17 74. نتسنى غير يطلع لي اول فيو ونبدا نوريكم في لي زارتيك، غير باش نعرف راسي راني اونلاين. حيت شحال مره كنبقى كنوري في السلعه ومن بعد كنلقى راسي راني ماشي اونلاين، دونك باش ما نبقاوش نديرو في الخدمه المعوده وصافي. تاني في مرحبا بكم والف مرحبا البنات. البنات ندير لكم بهاد لي زارتيكل انا اللي لابسه لكم هنا. شوفوا البنات، شوف شوف شوف، بارطاجيو بارطاجيو اللايف، بارطاجيو في لي جروب اللي راكم داخلين ليهم، كاملين ديال الفيسبوك كاملين، نزلوا عليهم كاملين لي جروب ديال الفيسبوك بارطاجيو فيهم، وحتى ديال مع لي زامي ديالكم. دونك البنات غنبدا لكم هنايا بهاد الكورميت والكوردون مان ديال هاد المشربين اللي كيجيو بهاد الشكل هذا. كاينه هادي كورميت اللي كتقدري تشديها على حساب القياس ديالك، هانتوما البنات راها فيها هادي. وكاين هنا الكوردون دو مان كيما كتلاحظوا راه الخيط ديالو طويل، يعني ولو الايديده ديالك تكون عامره راه لو كوردون دو مان غادي يجيك. بالنسبه للكوردون دو مان الثمن ديالو 700 درهم، 14000 ريال كاين في الاحمر وكاين في الكحل، والكورميت ديالو دايره 1000 درهم، 20000 ريال البنات كتجي بهذا الشكل هذا. اللي بغاتها مرحبا، دير كابشور دو كرون، تواصل معنا في الواتساب 0 26 72 17 74. لطيفه خواتم الكلو عافاك، مرحبا حبيبتي لطيفه. انا غادي نوريك الخاتم ديال الكلو، كاين هذا الحبيبه ديالي كيجي بهذا الشكل هذا. هذا سامبل ما فيه الحجر لا حتى شي حاجه، الثمن ديالو 1200 درهم، وكان الرقوق ديالو داير 850 درهم. هذا داير 1200 درهم حبيباتي، ديري ليه كابشور دو كرون الا بغيتي، وتواصلي معايا في الواتساب 0 26 72 17 74. ها هو كيبان لكم هنا، هو هذا كيجي بهذا الشكل هذا، 1200 درهم لا باك البنات. كاين حتى البغاسلي ديالو البنات، البغاسلي راه كاينين في جوج الموديلات، كاين هذا اللي ما فيهش الحجر الثمن ديالو 3800 درهم، وهذا اللي فيه الحجرات من هنا الثمن ديالو 4100 درهم. بجوجهم غلاط، بجوجهم قاصحين، موجودين القياسات البنات. هادو نيت راه ماشي بحال في القياسات، المهم راه غيبان لكم واحد كبر من واحد، المهم القياسات راهم موجودين. عندكم حلقات كلاش مدوبلين. نشوف لك حبيبتي ريم، تواصلي معايا في الواتساب ونشوف لك كونيكسيون نونس. دونك غنخدم بال4G حسن ما يتقطع ليا اللايف. السيمانه اللي فاتت البنات راه ما درتش لكم اللايف لان ما بغاتش تخدم ليا نهائيا الكونيكسيون، لا الواي فاي لا ال4G لا 5G، حتى شي حاجه ما بغات تخدم ليا، فاضطريت اني درت غير لي ستوري. لطيفه فيه لي طاي، لي طاي موجودين حبيبتي لطيفه. الا كتهضري على الخاتم ديال الكلو موجودين فيه القياسات، الخاتم ديالو 1200 درهم. البغاسلي جيهان قولي مي بارطاجيو، البغاسلي حتى هو راه فيه القياسات البنات موجودين. هانتوما البنات البغاسلي ولا باك ديالهم كيجيو غزالين. بالنسبه لهاد لي كوردون دو مان كاين هذا اللي فيه هاد السنيسله هادي كيجي بحال هكا، حتى هو كاين في الكحل وفي الاحمر، الثمن ديالو 5500 درهم. وكاين هذا ديال اللوزه، انا غنوريكم لونسومبل ديالو، هذا ديال اللوزه الثمن ديالو 900 درهم، هذا فيه اللوزه الصغيره كيجي بهذا الشكل 900 درهم، وراه كاين ديجا لونسومبل ديالو كامل. دونك اللي بغات البنات اي حاجه دير ليها كابشور دو كرون، تواصل معايا في الواتساب. غتسولوني البنات على السطوار اللي انا لابسه لكم، هنا لابسه لكم السطوار ديال الوريدات اللي كيجي بهذا الشكل هذا. السطوار ديال الوريدات البنات راه طويل، غير لبستو يعني تبغيت ندير لايف يعني خاصني نقادو النجا فوق الفولار، راه البنات كيجي طويل. الثمن ديالو 5400 درهم، لي بوندونتيف ديالو قاصحين نهائيا، ماشي بومبي ولا ترطاو، وفيه ليبول. بالنسبه للناس اللي كيبغيو ليبول راه فيه ليبول، والسلسله اللي فيه راها شوبا غليظه.
اللي بغاتو البنات مرحبا، 5400 درهم. تواصل معايا في الواتساب 0620-72-17-74. المهم غنخلي غير الكاتجي حيت في الواتساب 0620-72-17-74، الرقم ها هو مخليه لكم هنا. بالنسبة لهنايا لونسوم ديال عزيزة في السلسلة الثمن ديالها 1300 درهم، كتجي بهذا الشكل هذا غزال الصح والعمال، شي حاجة اللي فنة، حتى الموديل ديالها غزال وكاع الناس اللي خداوها عجبتهم وعاودوا خداوها للناس العزيزة عليهم. الثمن ديال السلسلة 1300 درهم، والحلقات الثمن ديالهم 1000 درهم، 20000 ريال الحلقات، والسلسلة كتجي ب 1300 درهم، 26000 ريال، 130 الأورو تقريبا. بالنسبة للناس اللي كيصيفطوا ليا الواتساب غير في الواتساب غير نسالي البنات وهنا معاكم، غير نسالي اللايف وندير ستوريات وهنا معاكم البنات، مرحبا بكم والف مرحبا. البنات شوفوا السلسلة غزالة بلدية كتحمق، شوفوا كيفاش كتجي السلسلة هنا الشوبار وبوندونتي بحال هكا بلدي، جاي بحال تقريبا الشكيل ديال وريقة الشجرة، كتجي بهذا الشكل هذا غزالة مخرمة. شوفوا البنات غليظة، الثمن ديالها 4400 درهم، السلسلة راها طويلة فيها 50 سنتيم، 4400 درهم البنات، 88000 ريال، 440 أورو تقريبا. اللي بغات البنات أي حاجة مرحبا، تواصل معايا في الواتساب 0620-72-17-74، وحتى اللي بغات دوطخو موديل يعني أباغ هادشي اللي غنوريكم دابا مرحبا، غير تقول لي لارتيكل اللي بغيت ونشوف ليها. ومرحبا بكم البنات، لا ليفغيزون دائما راها فابور في المغرب كامل، في ما كنتي في المغرب الكوموند ديالك كتوصلك السلعه ديالك حتى لعندك، حتى توصلك عاد تخلصيها. اباغ الا كانت شي حاجه اللي ما واجداش راه كنوجدوها ليك سيغ كوموند، يعني شي حاجه اللي ما كايناش وغنوجدوها على قبلك، مثلا سلسله السميه ولا شي قياس صغير بزاف ولا كبير بزاف راه كنوجدوه لك على قبلك، ولا شي حاجه ما عندناش وبغيتي نجيبوها لك راه كنوجدوها على قبلك، يعني راه ضروري لافونس، حيت بزاف السيدات ملي كتطلب ليا شي حاجه اللي ما كايناش نقول لها غنجيبها في سوغ كوموند، كتقول لي صافي جيبها ليا، كنقول لها هانتي ها النيميرو دو كونت باش تدفعي لنا لافونس، كتقول لي لا، وانتم في اللايف كتقولوا ما نخلصت كوموند تتوصلك. دونك البنات اي حاجه هادشي كامل اللي كنوريكم انا اللي واجد مرحبا على الراس والعين، توصلك الكوموند ديالك حتى لعندك تتوصلك وخلصيها. بالنسبه لي زارتيكل اللي كنوجدوهم لك سوغ كوموند راه ضروري لافونس لان غنجيبوها على قبلك، هذا مكان البنات. دونك هنايا هادو راني وريتهم ليكم، البغاسل ديال الكلو هذا الثمن ديالو 3800 درهم، لاباك ديالو 1200 درهم، وكاين هاد البغاسل هذا اللي فيه الحجيرات الثمن ديالو 4100 درهم، كيجي بهذا الشكل. وبالنسبه لاباك ديال الكلو الرقيق الثمن اللي فيه الفلاش الثمن ديالو 850 درهم، كاين البراسلي المشربي الثمن ديالو 5700 درهم، كيجي بهذا الشكل هذا غزال حتى هو كيحمق. شوفوا البنات هاد الاسطوانه ديالو غليظه الصح والعمل البنات، 5700 درهم. القياسات موجودين، اللي كتسول على القياسات راهم موجودين كما قلت لكم، الا كان شي قياس اللي صغير بزاف ولا كبير بزاف راه غنوجدوه لك سوغ كوموند. وما هادو اللي اختاريت في قياسي قد يعني بغيت نهبطو شويه، يلاه جايه هذيك. دونك كيجي بهذا الشكل هذا، انا نحيد هاد لي كودون دوما. انتم البنات كيفاش جاو كيحمقوا مع بعضياتهم، وتقدري تزيدي مثلا معاهم شي بغاسل ديال لي فيس كارتيي الوسط باش يسيباري بيناتهم، ولا بحال هكا مع بعضياتهم تقدري تزيدي كلو اخر اولا مشربي اخر، وكيجي واحد التريو اللي غزال بزاف. هذا الثمن ديالو 5700 درهم، وهذا الثمن ديالو 3800 درهم. كاين لونسومبل ديال الرويال، اونسومبل رويال البنات غني عن التعريف، اونسومبل وي هذا ما جبتش فيه لاباك، المهم البنات راه تيكون مع لاباك ديالو، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لقيت راسي جبت ليكم لونسومبل بلا لاباك. دونك البنات راه نورمالمون لونسومبل كتكون السلسله بالعلاقه لي بوك لاباك اي لا غورميت. دونك البنات راه نسيت لاباك ما درتوش هنا مع لونسومبل، لونسومبل كامل مكمول الثمن ديالو 6400 درهم، كامل يعني مع لاباك ديالو 6400 درهم، واللي بغات الثمن ديال كل حاجه فكتجي الكورميت 2400 درهم. السلسله بالعلاقه 1600 درهم، كتجي بحال هكا غزال هاد لونسومبل البنات الصح والعمال. لي بوك اللي كيتجدو بحال هكا هاد السداده هادي سامبل
2200 درهم. علاش كنأكد لكم البنات على السدادة؟ حيت عندنا خوتهم اللي بالعمود، اللي بالعمود تيكونوا زايدين شويه في الثمن، دونك اللي بغات اللي بالعمود راه كتقولها ليا وكنديرها لها مع الكوموند ديالها. او تيكون لاباك ديالو داير 1300 درهم. دونك البنات اللي بغات اي حاجه مرحبا، تواصل معنا في الواتساب 0620 72 17 74. كلو حبيبه ديالي راه مضوبل ديجا، لا طيف الكلو راه ديجا مضوبل، لا الخاتم لا البراسلي. كاين هاد السنيسله هادي ديال الريالات، عرفتي البنات انا راه حمقتني هادي ديال الريالات، وحتى كلياناتي خداوها حمقتهم، قال لي كتوصلها الكوموند وفاء اشبال ان شاء الله راه توصلها، يعني عاد دوزت لها الكوموند وراني صايبت لها حتى الكورميت ديالها، صايبناها لها سوق كوموند. ان شاء الله توصلك الكوموند ديالك وتعجبك يا ربي. ها نتوما البنات هنا كاين الخلخال ديال الرجيله اللي كتجي نازله منه، هاد الرجيله هادي كتبقى نازله، وشوفوا البنات شحال فيه من سداده على حساب القياس، انت واحد جوج ثلاثة أربعة أربعة سدادات على حساب القياس. بالنسبه للطوله ديال الخلخال فيه 30 سنتيم، الخلخال ديال الرجل فيه 30 سنتيم، يعني واخا الرجيله ديالك تكون عامره راه غيجيك. الثمن ديال الخلخال ديال الرجل 3300 درهم، كيجي بهذا الشكل هذا. وكاينه السلسله ديال العنق نتي نقادها، وكاينه السلسله ديال العنق اللي الثمن ديالها 3400 درهم، كتجي بهذا الشكل هذا، والشنيشنات غزالين البنات، شوفوا كيفاش كيحمقوا السلسله البنات، راها شوبا كتجي منها بهذا الشكل هذا، هذه 3400 درهم. وكاينه ختها اللي كتكون كامله دايره، يعني الريالات من السداده حتى للسداده، دونك كاينه هذيك اللي بغاتها مرحبا، حتى هي راه موجوده، هذه الثمن ديالها 3400 درهم. انا عجبتني بهذا الستيل هذا، كتجي زوينه وسامبل فن البنات، 3400 درهم. الخلخال ديالها ديال الرجل 3300 درهم، وصايبنا ديال الايد تقريبا راه كتجي بحال هكا كامله، كتجي ماشي خاصني نلبسها ليكم في الايد الاخرى، كتجي تقريبا بهاد لو ستيل هذا. راه الا دخلتوا للستوريات ديالي راني لايحاها انتم البنات، كتجي تقريبا بحال هكا، الثمن ديالها 2500 درهم، كتجي بهذا الشكل هذا. دونك اللي بغات اي حاجه مرحبا والف مرحبا، وبارطاجيو ليا اللايف وتواصلوا معايا في الواتساب، اللي بغات اي حاجه لا ليفريزون فابور في المغرب كامل، وحتى توصلك السلعه ديالك عاد تخلصيها. انتما البنات كاينه هنايا السلسله ديال المشاربي، كتجي غزاله هاد السلسله فنه، اسطوانه بحال هكا، ونازلين منها هادو اللي بالعلامه ديال الفي، الثمن ديالها 1500 درهم، 30000 ريال. اللي بغاتها مرحبا، تواصل معايا في الواتساب 0620 72 17 74. وكانوا عندي داك اليوم تسولوني على هاد السلسله بالعلاقه، وقلت لهم راها ما بقاتش في ستوك، هادي البنات هادي ديال المسيكه الثقيله، هادي العلاقه الكبيره الثقيله، شوفوا البنات الغلط ديالها، شوفوا من الجنب، شوفوا الغلط ديالها، شوفوا كيفاش بلاتي، شوفوا البنات الغلط ديالها، اللي كتبغي الحاجه المتينه سوليد، شوفوا الغلط ديالها، شوفوا الموديل حجيرات مسيرتين البنات. الثمن ديال السلسله بالعلاقه، السلسله هذه راه طويله فيها 50 سنتيم، الشوبار هذه المتوسطه حيت كاينه الرقيقه ديالها، هذه الشوبار المتوسطه، والعلاقه راه الكبيره البنات الغليظه، الثمن ديالها 5300 درهم السلسله بالعلاقه، راها كاينه البنات. بالنسبه للناس اللي كانوا هضروا معايا في الواتساب وقلت لهم راها ما كايناش، ها هي راها كاينه دابا في سميتو، لان ما كتكونش عندي الاسم ديال السيده صعيب باش نسجلها عندي ونتفكرها ملي تجي لارتيكل، فاون فوا شفتها عرفت ان البنات كانوا موصين عليها. دونك اللي بغاتها البنات ها هي موجوده، تواصل معايا في الواتساب، تخلي لي المعلومات ديالك، السميه والكنيه، رقم التليفون والعنوان، الواتساب ديالي هو هذا 0620 72 17 74. هنايا السلسله البنات ديال الحضور، شوفوا كيفاش كتجي كبيره هماويه، لي بي اون شين ديال اي بي بوندونتي، شوفوا البنات انا مع يدي صغيره صافي كلات لي يدي صافي، ولات كتبان يدي ما بقاتش كتبان حتى، دونك كتجي بهذا الشكل هذا، شي حاجه اللي غزاله كتحمق. الثمن ديال السلسله بالعلاقه ديالها 11800 درهم،
11800 درهم هي 1,036,000 ريال، كتجي بهذا الشكل هذا، شي حاجه اللي هماويه. عاطي النظرة البنات اللي بغات تشوفها من البوصة تواصل معايا في الواتساب 06 20 72 17 74، ونتمنىكم تكونوا كديروا سكرين اولا كابشور دكرون لي زارتيكل اللي عجبوكم. كاين عاوتاني هاد لونسومبل هذا ديال رادكو الصغير اللي فيه السلسله بالعلاقه اللي الثمن ديالها 1200 درهم، والحلقات الثمن ديالهم 1200 درهم. لونسومبل البنات الا خديتو الحلقات والسلسله بالعلاقه هاد البلانكينه فهاد لونسومبل، حيت بزاف الناس كنقول لهم يعني برومو فوق برومو في شي ارتيكل صافي كياخذوها قاعده عامه على كلشي لي زارتيكل البنات. هاد البرومو فوق برومو كاينه في هاد لونسومبل حاليا، الثمن ديال السلسله بالعلاقه 1200 درهم، الحلقات 1200 درهم، الا خديتهم مع بعضياتهم كتنقص لك 100 درهم من المجموع ديالهم، يعني كيبقاو لك 2300 درهم. انا كنزيد عليكم 1000 درهم كامله، 2300 درهم البنات السلسله بالعلاقه والحلقات اونصومبل غزال ما فيش الحجر، قاصح صحيح وحليل وكيجي شي حاجه اللي كتحمق. اللي بغاتو مرحبا دير لي كابتور دو كرون. وانا كنقول راني محاش طالعه اونلاين، راه حيت راه ما يمكنش، راه لي فيو ما بقاوش كيطلعوا ولي كومونتير حتى هما ما كيطلعوش. المهم البنات في حالات كنتو اونلاين وانا ما كنقراش لي كومونتير ديالكم راه حيت ما طالعينش ليا، يعني اخر الكومونتير طلع ليا هو ديال اختي لطيفه فاش سولتني على الكلوش مضوبل، قلت لها اه راه مضوبل كيف الخاتم كيف البغاسلي، هذاك هو اخر كومونتير طالع ليا البنات. اشاك فوا كطلع ليا كونيكسيون لونت وراني دايره الكاتجي ودايره الواي فاي، ونورمالمون الواي فاي راه عندنا في بروبتيكي حصره ولكن ما عرفتش كنريكلاميو شحال مره ونفس المشكل كيبقى يتعاود. ماشي مشكل البنات، اللي ما بانش ليها شي حاجه وبغات تشوفها مزيان تواصل معايا في الواتساب على الراس والعين رانا نصوروا ليها مزيان. انتوما البنات لونسومبل اللي قلت لكم كيجي مع هذا الكوردون دو ما هذا، فيه هنايا السلسله بالعلاقه، هنا اختاريت لكم الموديل اللي بالحجره في الغوص فوشيا، كاينه اختها في الفاغويال اللي بغيتو البنات، سواء الغوص فوشيا سواء الفاغويال راهم موجودين. كاين هنا الحلقات اللي كيجيو بهذا الشكل والسلسله بالعلاقه، بالنسبه للسلسله بالعلاقه الثمن ديالها 2000 درهم، والحلقات اللي كيجيو بهذا الشكل هذا راهم كيتسدوا بالعمود الصح والعماله البنات، هذه السداده والحلقات غزالين الثمن ديالهم 2200 درهم. انا نقلب لكم الكاميرا، هادو ضروري خاصني نقلب لكم فيهم الكاميرا. ايوا خاص تحيد بعد الكونيكسيون لونت. هانتوما البنات شوفوا الحلقات، السلسله بالعلاقه غزال البنات اونصوم، السلسله بالعلاقه 2000 درهم، الحلقات 2200 درهم، والكوردون دو مان اللي ديجا وريتكم الثمن ديالو 900 درهم. واللي بغات غورميت راه موجودين لي غورميت البنات، سواء بغيتوها في العبار ديال هادي سواء بغيتوها في العبار ديال هادي راهم موجودين. هاد لونسومبل هذا راه فيه الصغير والمتوسط والكبير، يعني الصغير هما هادو الحلقات ديالهم، لان كاينين الحلقات بحال هادو كبار وكاينه علاقه بحال هادي صغيره. انا اختاريت لكم اليوم الحلقات الصغار مع البوندونتيف المتوسطه، وراه كاينه حتى البوندونتيف الكبيره بالحلقات الكبار ديال الحضور بالخاتم بالكوميت ولا البغاسلي، يعني راه فيه جميع الاحجام اللي بغيتو. واخيرا طلع لي كومونتير اخر انا على المضوبل في الدوره، زعما لي فيه جوج دورات. لطيفه كاين هذاك حبيبه ديالي موجود حبيبتي، داير 2200 درهم. حيت يلاه لحتو في السطوريات داكشي علاش مبغيتش نديرو دابا اليوم في اللايف، خلي ميساج في الواتساب ونصيفطو لك. هانتوما البنات كاينه هاد السلسله هادي غزاله، هادي شوف كيفاش كتجيكم، لا ضروري ندير لها العمق ويلي وي، يمكنش هاد الجمال ما نديرش ليه عمق. زي كتحمق البنات. والبنات بالنسبه لهاد العلاقه راه كاينه غير وحده حاليا في السوق، دونك سعدات مولاتها كتجي بهذا الشكل هذا، علاقه اللي كبيره هادي اكبر بوندونتيف ديال 3 دي عندنا حاليا في السوق هي هادي. نورمالمون اللي كنوريكم دائما وتنقول لكم الكبيره راه هي هادي، انا نوريكم هانتوما وبلاتي هانتوما البنات. نورمالمون كنقول لكم الكبيره هي هادي، هادي هنا مع السلسله فورسيل سلسله شوبار، هادي مع السلسله شوبار الرقيقه
الثمن ديالها 2500 درهم، هذه مع السلسله شوبار رقيقه الثمن ديالها 2500 درهم، وهذه اللي كبر منها مع الشوبار الغليظه الثمن ديالها 3700 درهم. اللي بغات اي وحده منهم سواء هذه سواء هذه مرحبا، تواصل معايا في الواتساب 0620 72 17 74، والواتساب ديالي ها هو لطيفه موجود في الستوك غدا الصباح. لطيفه تواصلي معايا في الواتساب باش نوجد لك القياس، حيت في المحل الاخر ما فيش القياسات. قال لي دابا ميساج في الواتساب باش نوجد لك القياس ونخلي لك غدا ان شاء الله راه نتلاقاو. انتوما البنات هذه 2500 درهم وهذه 3700 درهم. اللي بغات اي حاجه مرحبا، تواصل معايا في الواتساب 0620 72 17 74. نوريكم لي رادكو البنات ولا بلاتي شويه، وريو لي رادكو، لي رادكو راه العشق، راه الحب ديال كلشي، كلشي كيتسنى اصلا هاد الايامات لايف. لاحظت ان اللايف كلشي كيتسنى غير اللقطه ديال لي رادكو. شحال في الطول جهاد هاد السلاسل اللي وريتكم فيهم اللي بالشوبار؟ انا نعاود نقول لكم هادي اللي قلت لكم 4400 فيها 50 سنتيم، هاد الشوبار الغليظه فيها 50 سنتيم، هادي تاهي فيها 50 سنتيم، وهادي هاد العبار اللي عطيكم انا ديال 2500 درهم فيها 39 سنتيم. اللي بغات الطويله ديالها كتكون زايده ب 100 درهم فيها 45 سنتيم. المهم هادو هما العبارات اللي في هادي فيها 39 سنتيم و 39 سنتيم و 45. عرفتي مع بنت ليا واحد الابيل مشى بالي معاها. نتوما البنات بالنسبه للشوبار الرقيقه انا صافي غنعطيكم المعلومه، سمحوا لي راني دغت. نتوما هذه فيها 39 سنتيم والطويله ديالها فيها 45 سنتيم زيد عليها ب 100 درهم. هذه طاي ستوندار فيها 50 سنتيم، هاد الشوبار الغليظه دي ما عندناش القصيره ديالو ما عندناش الطويله ديالها، هذه طاي ستوندار فيها 50 سنتيم. ورينا انواع السطوارات، انا واحد لابسه لكم هو هذا الثمن ديالو 5400 درهم. بغيتي تشوفي اكثر تواصلي معايا حبيبه ديالي في الواتساب ونوريهم لك، راه دائما تقريبا كل لايف كنبينو سطوار ولا جوج. هانتوما البنات غنوريكم هاد لي راتكو، هنا خمسه ديال الاحجام نحاول نبينهم لكم. كاينه هنايا الاولى 8 27، الثمن ديالها 7100 درهم. هادي 9.57، الثمن ديالها 8300 درهم. 11.99، الثمن ديالها 10200 درهم. هادي 14.75، الثمن ديالها 12600 درهم. وهادي 18.33، الثمن ديالها 15600 درهم. اللي بغيتو التعامل ديالك روعه ما شاء الله، تسلم. ولا على خطك يا حبيبتي ام انس، الله يخلي لك انس يا رب. انتم البنات اللي بغات اي وحده منهم مرحبا الف مرحبا، تواصل معايا في الواتساب 0620 72 17 74. اللي بغات اي حاجه مرحبا البنات، الواتساب ديالي انا خليته لكم هنا حيت كنت كل مره كنعودو، وكاينين الناس اللي كيتفرجوا ما كيتفرجوش اللايف كامل ولا يعني كنشوفوا غير لقطات ما كيطلعش لهم السميتو، فداكشي علاش درتو لكم انا هنا باش تبقى الوقت اللي درتي السكرين راه في السكرين كاين الرقم التليفون. اطول سلسله شحال تتكون الطول تاعها بالنسبه للشوبار؟ ما تندويش على السطوار، عرفت كتهضري على سلسله عاديه. السلسله العاديه الشوبار هي دي اللي وريتكم 50 سنتيم، وكاينين السلاسل ديال الايبي بحال هذه اللي انا وريتكم. لا هذه شوبار، سلاسل اي بي بحال هادي على حساب لافيفاج اشنو كاين، يعني كل مره واشنو كاين. الفئه 63 فيها 68، كاين اللي كتوصل 70، كاينه 50 كذا و50، فهمتي؟ ما تيكونوش واحد العبارات محدده، كتقول لي اشنو اللي بغيتي وانا كنشوف لك اشنو اللي كاين في السوق. تحيه خاصه الناس بولمان. البنات انا غنوريكم دابا لي زارتيكل الاخرين، نتمنىكم حق تكونوا درتو كابشور ديكون لهاد السلسله هذه البنات، راه في البرومو 1500 درهم غزاله هاد السلسله هذه ديال الدوام فنه، والعلاقه راه لاصقه في السلسله. المهم البغاسلي هذا ديال الكلور الحجيرات 4100 درهم. كاينه البنات هاد لاباك ديال المارياج اللي انا قبيله كنت لابساه لكم، كيجي بهذا الشكل، هذا ديال البنانه، هذا ديال البنانه كيجي الحجيرات بسيرتي مزيان. شوفوا البنات كامل مكمل، انا نقدر لكم فيه الكاميرا.
هانتوما البنات كامل مكمول. شوف كيفاش يجي غزال، كيحمق الثمن ديالو 2100 درهم، 2200 درهم البنات، 44000 ريال، 2200 درهم. وانا غنوريكم هذا السامبل، هذا حتى هو كيجي بهذا الشكل، الله يعاون. هذا حتى هو داير الثمن ديالو 2200 درهم، 2200 درهم البنات. اللي بغاتو دير ليه كابتور دو كرون تواصل معنا في الواتساب 06 20 72 17 74. المهم البنات اللي بغات فيهم هادو 2200 درهم الواحد، كاين هذا السامبل ما فيهش الحجر، وكاين هذا بنانه بالحجيرات، 2200 درهم الواحد البنات. محدايش نحسب لكم هذا، الفين وستمية درهم، الفين وسبعمية درهم. هذا البنات ماشي مشكل، 2600 درهم هذا البنات، 2600 درهم. هذا اللي كيجي بحال هكا، بحال الفرفيرة، يجي بهذا الشكل. هذا غزال البنات، وشوفوا راه دوب الفوا من جناب، راه غليظ وقاصح. شوف راه غليظ البنات وقاصح، 2600 درهم، 2600 درهم. اللي بغاتو مرحبا، دير ليه كابتور دو كرون، تواصل معنا في الواتساب 06 20 72 17 74. اللي بغاتو البنات دير كابتور دو كرون، تواصل معنا في الواتساب. خاتم غزال كيجي هماوي، وتقدري تلبسيه حتى في الحضور من طون رويمي، يعني كتكوني لابسه شي حاجه ديفيرونت، حيت الاكثريه في الحضور اكثريه كلشي كيلبس البلدي، دونك ملي كتلبسي شي حاجه اللي باينه ورويميه كتجي مغايره على 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 الناس. ما عرفتش واش كلشي ناس بحالي، انا كنبغي دائما نلبس الحاجه المغايره، ما كنبغيش نلبس الحاجه اللي كلشي لابسها. اطول سلسله، اها خاتم زوين، ادك زوين. لا لا خطاك عليا حبيبتي، جي هاد ثمن كوردون، كوردون دو ما هذا حبيبه ديالي، هذا الثمن ديالو 700 درهم، وهاد الكراميطه ديالو بحالو الثمن ديالها 1000 درهم. كاين عاوتاني هاد لو كوردون دو ما، هذا اللي فيه هاد السنيسله هادي 550 درهم، وكاين هذا اللي فيه هاد اللويزه حجيره ديالها في الغوز، لو كوردون في الحمر البنات، الثمن ديالها 900 درهم. وكاينه اللي الحجيره في الخضر، والكوردون ديالها في الخضر. لاباك ديال 3 ديال البنات كيجي بهذا الشكل، هذا الثمن ديالو 1300 درهم، 26000 ريال. اللي بغاتو دير ليه كابتور دو كرون، تواصل معنا في الواتساب 06 20 72 17 74. البنات كتسولوني بزاف على لي كوغمات ديال لي بيبي، هنايا اختاريت لكم واحد الموديل اللي زوينه، كتجي باينه عاطيه النظره، وكتعطيها كادو بتحميره وجهك، لانك تعطي حاجه زوينه. انتم البنات كاين هذا الموديل، هذا كيجي بحال هكا، المهم اللور مرايه، ومن القدام هنا مكتوبه فيها بيبي، وبلاكه راه قاصحه البنات ما كتعوجش. وشوفوا من جناب، شوفوا من جناب الخدمه ديالها، الثمن ديالها 1600 درهم، 1600 درهم البنات. كوغميت غزاله، يعني هذه كتعطيها بتحميره وجهك، وهادي البنات راه تقدر تلبسها البيبي، يعني حتى تكبر تقدر تبقى تلبس فيها. انا نيت تشوفوا شحال في عمري، وانتم راه بقى عليها واحد نص سنتي متسد ليا، يعني راه تقدر تبقى تلبس فيها البنوته، يعني تدير واحد 10 سنين وكنقولوا البنيته تكون فاخره، تقدر تبقى تلبس فيها يعني تقريبا حتى توصل لواحد 9 سنين ولا 10 سنين. دونك البنات الثمن ديالها 1600 درهم، 32000 ريال. كاين عاوتاني هاد لاباك، هذا اللي كيجي غزال، هذا ديال 3 دي، شوفوا البنات كيفاش كيجي، والوسط كتجي فيه بحال واحد النجيمه، غزال كيحمق. نقلب لكم الكاميرا، انا شوفوا الحاجه اللي كتعجبني بزاف وكتبان لي ما بيناش في الكاميرا، كنقلب لكم الكاميرا. ها انتم البنات كيفاش كتجي غزال، الثمن ديالو 2000 درهم، 40000 ريال البنات. وغنلبس لكم دومي دو، ما حد قالب التليفون. ها انتم البنات كاين هاد دومي دو، هذا فوالا. المهم الدومي دو كيبغي الضفيرات يكونوا مقادين، وداكشي انا اليوم ما دايره حتى شي حاجه، ضفاري تا هما راكم عارفين البنات الشقه. المهم
هانتوما البنات 850 درهم هاد الدوميل، وهذا 850 درهم. عرفتي مع شي ضفيرات اللي يكونوا مقادين ونقيقيين وداك الشيء كيجي كيحمق مع اي باغ، ولا تقدري تلبسيه غير بوحديتو. هانتوما البنات كيجي بهذا الشكل، وهاد الالفي كتجي هابطه حتى الضفر، الثمن ديالو 850 درهم. كاين عاوتاني لاباك واحد هاد الباك، هذا البنات سامبل، هذا تقدري تلبسيه كاليونس ديال المارياج. هانتوما البنات كيجي بحال البنانه بلا، هذا تقدري تلبسيه كاليونس للمارياج، يعني اللي مثلا عندها غير سوليتير بوحدو تزيد هذا. الثمن ديالو 1900 درهم، وباك راه غليظ البنات، 1900 درهم البنات كيحمق، 1900 درهم البنات اللي تنقادو، 1900 درهم البنات. شوفوا فاش كيجي غزال. اللي بغات اي حاجه البنات الواتساب ديالي ها هو مكتوب هنا 0 26 72 17 74. ريم الخواتم كيتباعوا الموديل حبيبه ديالي، والجرام ديال لي زارتيكل الموديل راه ما تنقولهمش في اللايف. بغيتي وكنتي مصره تعرفي تواصلي معايا في الواتساب ونقول لك الجرامات ديالو هانيه، ولكن حيتاش ماشي كل واحد كلشي كيفهم في الذهب، دونك راه كاي كل واحد واش تيقول ليه راسو. غادي نبقى هنايا خاصني نبقى نشرح بزاف الحاجات. فاللهم حبيبه ديالي بغيتي الكراماج ديال شي ارتيكل واخا هي كتباع الموديل، من حقك تواصلي معايا في الواتساب غنقولو لك. اما في اللايف ما كنقولوش الكراماج ديال لي زارتيكل كتباعو الموديل، هادو كتباعو الجرام ماشي مشكل، راه كنتمن الكراماج وهي حتى الورقه بغيت نديرها لك سكرينه ماشي مشكل، هادو معروفين كتباعو الموديل كتباعو الجرام. اما لي زارتيكل اللي كيتباعوا للموديل راه نقول لك الكراماج انتي مثلا كتفهمي في الذهب، عارفه راه كاين بزاف الحسابات وداك الشيء، ولكن وحده اخرى مسكينه عاقله مثلا على اخر مره سولت على الذهب مثلا في 2023 و 2022 قالوا لها واحد الثمن صافي، كتبقى عاقله عليه هكاك. وكنشوفها مثلا دي كومونتير بحال هكا الفليرات كونيت كنلوحهم تيبقاو يقولوا لي ويلي انت حاسبه بالقد والقد، ويلي نقصي نقصي شويه راه الذهب راه داير مثلا كتقول لي داير 500 درهم للغرام. كنبغي نكتب لها اختي خودي شي طاكسي ولا شي طوموبيل ولا شي وسيله نقل ولا حقي علينا 2024، ولكن راك عارفه ما غاديش نقدر. مازال كون تهضرت معايا في البريفير غنشرح لها. المهم البنات اللي بغات اي حاجه ماشي مشكل تواصل معايا في الواتساب ونقول لك. ريم سمحي طولت الهضره غير باش عارفيني شنو اللي كيحس. بزاف الناس تيقولوا لي علاش ما كتقوليش الجرام، حيت كاينين دايما الناس اخرين تيقولوا الجرام كاين داكشي راه تيكون مستعمل، يعني حتى الثمن ديال المستعمل ماشي هو الثمن ديال الجديد. نتوما البنات بغيت نوريكم هاد الكورميط، هادي غزاله، هادي ديال الخريشات كتحمق. شوفوا لي بوندونتيف اللي فيها، فيها هادي بحال هكا مخرمه، هنايا شجيره وريضه التي نوريكم هنا عاوتاني وريضه، هادي حتى هي كتجي بحال هكا وريضه اخرى كتحمق. هاد الكورميط كتحمق، وفيما كنوريها في شي لايف كيبغيوها الناس بزاف. كاينه ديال الايد وكاينه حتى ديال العنق البنات. المهم انا غنلبسها لكم هنايا باش تبان. عطيت الثمن ديالها البنات غزال 2800 درهم. واه خيتها خيت وتي شكرناك وتي تشدي معايا العكس. خبركم انا اكثر وحده كنهضر مع السلعه تقولي دريت شي شويه الزن. انتم البنات هي راه اشياء ولكن حنا راه كنضحكوا. المهم انتم البنات كتجيب هذا الشكل، الثمن ديالها 2800 درهم. عرفتي شتي شكرتها ما بقاتش بغات تقاد معايا تدس معايا العكس. بحال بنادم اللي كتكبر لي الشين. انتم البنات الثمن ديالها 2800 درهم، رانا غير ضحكه البنات. شوفوا كتجي غساله، شوفوا لي بوندونتيف، ولي بوندونتيف راهم قاصحين. الناس اللي كيسولوني واش رقاق راهم قاصحين البنات. هانتوما انا كنورك بيديا بجوج، يعني كون كانت غتعوج راه غتعوج. 2800 درهم، خاصنا نديرو لكم شي خيط الريح بحالها ياك. المهم راه كاينه حتى ديال العنق ديالها البنات، الرادكو الاولى اختي شحال. هانتوما بلاتي راه محافظاش الاثمنه بلاتي ناخذ النقله. الراد كل ولا فيها 8.27، الثمن ديالها 7100 درهم. بغيتي نوريها لك ملبوسه بوحدها خلي لي ميساج ونصورها لك بوحدها حبيبه ديالي. حلقات غنوريكم حلقات غزالين، ويلي ويلي حلقات البنات فنين.
هاد الحلقات هادو ديال تخطيط القلب كيجيو بهذا الشكل هذا، الثمن ديالهم 2600 درهم، ولكن راه غلاط البنات، راه غلاط. هانتوما البنات شوفوا شوف شوفوا الغلط ديالهم، شوفوا الخدمه من اللور. 2600 درهم البنات، 52000 ريال، 52000 ريال. وغنوريكم حلقات اخرين. نيت واحد السيده كانت سولتني على واحد الموديل قريب لهذا، المهم ماشي نفسه ولكن قريب ليه، وقلت لها حبيبتي وقلبت فعلا وما لقيتهمش ديك الساعه، قلت لها راه ما بقاوش. ايوا تا مشات ليا دابا النمره مع الكونفرساسيون كيهبطوا داك الشيء، وانا نلقاهم يا ربي تكون تشوف اللايف. ها نتوما البنات هما هذا، شوفوا فاش يجيو غزالين. الثمن ديالهم 2900 درهم. خاتم بنانة موجودة إيمان، موجود خاتم بنانة. تواصلي معايا في الواتساب حبيبة ديالي ونوريك، داير 1200 درهم. أنتي هادي الحلقات الثمن ديالهم 2900 درهم. شوفوا فاش يجيو البنات، شوفوا الداخل 2900 درهم. هاد الصح والعمل البنات، حلقات اللي ديريهم فودني كون سايهم، ما تبقايش تسولي فيهم حقا باغا نمشي للحمام خاصني نحيدهم، لا ما عرفت باغا نعس، لا لبسيهم ونسايهم صافي، نسايهم نسايهم. دونك البنات اللي بغات اي حاجه كابتور دو كرون صيفط عليا في الواتساب 0620 72 17 74. هنايا كاين الخاتم ديال دك البرا 1200 درهم، 22000 ريال، 1200 درهم. الله يخليك ديما ضاحكه اختي، معاك امينه ديال سكوره ام داسق لمبولمان، عاقل عليك امينه. ام انس الله يخليك انس، كيف دايره البنوت الله يكبرها في عزكم، اللهم امين. الله يخليك ليا حبيبه امينه، والله يحفظ لك انس يا ربي. انتم البنات كيجي بهذا الشكل هذا 1200 درهم، غزال هذا لاباك هذا، الصح والعمل. شوفوا لا ليونس ديالو من اللور غليظ، الصح والعمل، شي حاجه اللي زوينه البنات. الخاتم بنان حبيبي ديالي قلت لك 1200 درهم، دابا داير 1200 درهم. بالنسبه للحلقات البنات انا هادو غنحاول نصورهم لكم حدا بعضياتهم باش كتعرفوا الفرق ديال كل وحده. فكاينين هاد الصغيورين هادو الثمن ديالهم 500 درهم، هاد الكبار هادو 800 درهم، وهاد المتوسطين 700 درهم البنات. هاد الكبار هادو فيهم 1.8 في القطر الداخلي ديالهم، هادو غتكون فيهم شي 1.6 ولا 1.5، وهادو راه صغيورين فيهم شي 1 سنتيمتر. المهم هادو راه يقدروا يديروا مثل البنيات الصغار وحتى اللي قدي، انا شخصيا كنت دايره بحالهم في ودني. هانتوما البنات غير خاص ما تكونش عندك الشحيمه، غير ما تكونش ديك الشحيمه الغليظه اللي كتكون هابطه من الودينه، وراه واخا تبغي هاد الصغيورين هادو راه يجيوك. هادو 500 درهم، اللي كبر منهم شويه 700 درهم، وهاد الكبار ديالهم 800 درهم البنات. كيتعطاوكم كادو غزال، وتقدري حتى تلبسيهم وتفرحي بهم. السلسله البنات ديال الدياماندا كتعجبكم بزاف، وحتى حنا البنات راه في لابيجوتري كتعجبنا بزاف هاد الدياماندا، لان عارفين اي وحده خداتها راه حنا باينين لا شي حاجه اللي حنا متاكدين منها انها غزاله والصح والعمل وقاصحه البنات. بوندونتيف واحد جامع يعني الذهب شاد مزيان قاصح، ما كتعوج من حتى شي حاجه، كتحمق. وهادي نيت راه عطاتها لنا حنا فاتي نيت في عيد المراه الله يخليها لينا. دونك كتجي بهذا الشكل هذا، الثمن ديالها 1000 درهم، الصح والعمل البنات 1000 درهم. بغيتي السلسله بالعلاقه ابيتي بخي 1000 درهم البنات، غتاخدي سلسله غزاله بالعلاقه ديالها. وكاين عاوتاني هاد العين، هادي سلسلة العين الثمن ديالها 1100 درهم، 22000 ريال، غزاله. هادي كل وحده واش كتقول ليها شحال ديال الكليانات كيقولوا لي عين عين بقره. المهم شوفوا البنات نتوما كيفاش جاتكم، انا كتعجبني بزاف هاد السلسله، الثمن ديالها 1100 درهم، 22000 ريال. اللي بغات اي حاجه مرحبا الف مرحبا، تواصل معايا في الواتساب 0620 72 17 74، وكندور عويناتي لنكون نسيت شي حاجه كيف ديما. غير تنسالي اللايف وعاد كنبداو نقولوا ويلي ما بينتش هادي، ويلي ما بينتش هادي. دونك البنات هادو هما لي زارتيكل،
يا ربي يكونوا عجبوكم. واللي بغات اي حاجه البنات الواتساب ديالي ها هو 0 26 72 17 74. خلصة تحيه خاصه لك حبيبه ديالي، سول في الخير والرباح. الواتساب ديالي هو هذا البنات، اللي بغات اي حاجه مرحبا الف مرحبا، تواصل معايا في الواتساب 0 26 72 17 74. تيك توك ديالي فيه يسرى المهايا، والانستغرام ديالي حتى هو فيه يسرى المهايا، والواتساب راه هو هذا، فيسبوك تا هو فيه يسرى المهايا، ولا باج فيسبوك ديالي هي بيجو تخيفتين 12، الرقم ديال لاباج ديالي هو 12. دونك البنات اللي بغات اي حاجه مرحبا الف مرحبا. ما سخيتش بكم، نتلاقاو في لايف جاي ان شاء الله. سلامه.